الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. قال مستشار البنك المركزي العراقي إحسان الياسري إن الاحتياطات النقدية للبنك المركزي العراقي بلغت 89 مليارا و900 مليون دولار، وهي تكفي لتمويل عمليات الاستيراد لفترة 22 شهرا. وأضاف الياسري أن الأرقام الكبيرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي هي المرة الأولى في تاريخه على الإطلاق، مستبعداً أن يتجه البنك المركزي إلى تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي الحالي في العراق بعد أن شهد سعر الصرف استقراراً. وأشار الياسري إلى أن موازنة عام 2023 ستعد على أساس سعر الصرف الحالي دون إجراء أي تغيير. قال النائب كامل العكيلي إن قانون الأمن الغذائي حرم بغداد ومحافظات الجنوب من تأهيل المدارس. وأضاف العكيلي أن قانون الأمن الغذائي رصد 125 مليار دينار لوزارة التربية لترميم المدارس من دون التطرق لمديريات التربية التابعة للمحافظات الجنوبية، مبيناً أن وزارة التربية استغلت سوء الفهم لهذه الجزئية وحرمت مديريات التربية من التخصيصات المرصودة لترميم المدارس. رفعت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا في شهر تشرين الأول الماضي إنتاج النفط الخام بمقدار 220 ألف برميل يومياً بقيادة ثلاث دول بينها العراق. وأوضح مسح خاص بإنتاج النفط أن المكاسب الحادة لإنتاج أوبك جاءت من العراق وكازاخستان وروسيا مقابل خسائر في السعودية وأنغولا، حيث شهد التحالف المكون من 22 دولة ارتفاع إنتاجه إلى 43 مليون و230 ألف برميل في اليوم، وهو أعلى مستوى له في عامين ونصف العام، مبيناً أن خمس دول فقط من بين 22 دولة مشاركة في التحالف خفضت بالفعل الإنتاج الشهر الماضي. أعلنت هيئة الإحصاء التركية أن العراقيين اشتروا خلال ثماني سنوات الماضية أكثر من 47 ألف عقار في تركيا. وقالت الهيئة إن العراقيين احتلوا المرتبة الأولى عالمياً من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا ما بين عام 2015 ولغاية شهر أيلول من عام 2022، مبينة أن العراقيين اشتروا خلال هذه الفترة 47,460 عقاراً. وأضافت أن الإيرانيين جاءوا ثانياً ب 35 ألف عقار، ثم يأتي الروس ثالثاً ب 27,549 ألف عقار، ومن ثم السعوديون رابعاً ب 14,174 عقار، ومن ثم الكويتيين خامساً ب 14,000 عقار، ويأتي مواطنو بنغلاديش سادساً ب 13,000 عقار. سجلت أسعار المنازل في بريطانيا أكبر انخفاض شهري في شهر تشرين الأول الماضي منذ آذار عام 2021 وفقاً لشركة هايلفاكس للرهون العقارية. وأوضحت الشركة أن متوسط سعر العقارات انخفض بنحو 0.4% في شهر تشرين الأول، ومن حيث القيمة السنوية يأتي ذلك بينما ستعد وزارة الخزانة البريطانية للإعلان عن زيادة في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق بهدف السيطرة على التضخم في بريطانيا التي تمر بأزمة اقتصادية إثر تداعيات جائحة كورونا. حذرت المفوضية الأوروبية دول الاتحاد الأوروبي من استحالة تحديد سقف لأسعار الغاز وفقا للمتطلبات المعلنة في قمة الاتحاد الأوروبي يومي 20 و 21 من شهر تشرين الأول الماضي. ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين دبلوماسيين قولهما إن المفوضية الأوروبية أوضحت استحالة فرض سقف لأسعار الغاز بحيث لا يؤثر على العقود طويلة الأجل وأمن الإمدادات. ووفقا للوكالة تهدد بعض الدول التي ترغب في تحديد سقف السعر بمنع اعتماد حزمة طاقة أكبر تتضمن عمليات شراء مشتركة، ومن المتوقع أن تشمل هذه الحزمة تحديد فضاء أسعار ديناميكي للغاز في دول الاتحاد الأوروبي وإطلاق آلية مشتريات مشتركة للغاز المسال بواقع 15% واعتماد تدابير
لدعم المستهلكين. أما الآن فإلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. ختام الموجز إلى اللقاء.